طبعا اكيد هاي الحالات اللي احنا فيها تستدعي التحذير، سواء يعني صار في امطار ببعض المناطق او كان في شمس ببعض المناطق، او مهما كانت حاله عدم الاستقرار الجوي وجب انه نطلق التحذيرات لجميع المواطنين ولجميع سكان المناطق جميعا بدون اي استثناء. طبعا مشاهدينا الاعزاء، نتمنى توخي الحيطه والحذر اثناء القياده، وخاصه على الطرقات في المناطق اللي بتشهد سقوط الامطار خوفا من خطر الانزلاق، وايضا الانتقال من الاماكن المنخفضه الى الاماكن الاكثر ارتفاعا واكثر امانا، وبخاصه لمن يقطنون في الوحدات السكنيه المتنقله مثل الخيام وبيوت الشعر. ايضا عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند حدوث اي حاله طوارئ. وايضا مشاهدينا الاعزاء، ضروره الابتعاد عن بطون الاوديه ومجاري السيول نتيجه ارتفاع خطر جريانها جراء غزاره الامطار في بعض المناطق. واكيد يعني هاي التحذيرات اللي حابين نطلقها ونوجهها لكل مشاهدينا الاعزاء اللي عم بتابعونا ب يعني مختلف الاماكن اللي عم بيشاهدونا منها.